يا ما حلا شلكم كالأشقر ودهم وذهابيا كنها المشخص بالأمثالي نقنص بهم خايعا بهل عشوب زمن معله من الوسم يرعى ده الطالي في موسم بارد نوده إذا نسم للي يريد الطرب ويوسع البالي لشلت في الكف خطوات أشقر أقطم حجله قصير وراسه مثل فنجالي ساعة تهد على مشموخة تلتم تشبه قطات حداها صالي اللالي يلحق إلى عزمت في قيل رب ارحم خصه إلى نحرت به تبغي العالي أما ضربها وخضب ريشها بالدم وله معه جات والجنحان في اللالي وانهد غشام فالنحل الخروب أغشم يا ما غشمهن ونار من هذ اللالي يزين طلعه إلى قفه وصف لم ودوى عليهن ولقنه بالقبالي بتشوف ريشة الكبيرة عقب ما تلطم من سافليها ذرت بهنود الأشمال له كاشحن لو ضربه كافر أسلم والشرك معاد يطغي له على البالي.